حقيقة هذا أول اختبار للرئاسة الجديدة التي طالما اعتبرت هي السبب في تعطيل القوانين وفشل الجلسات وفشل التصويت على القوانين المهمة في البلاد، وبالتالي هذا أول اختبار أيضا لم توفق فيه الرئاسة الجديدة، الرئاسة المنتخبة، وبالتالي يتضح من هنا أن المشكلة ليست مشكلة موقع رئاسة، بل المشكلة مشكلة قوانين ومشكلة توافقات سياسية بين الكتل في البرلمان العراقي، وبالتالي المشكلة انتقلت من المرحلة السابقة إلى المرحلة الحالية وربما تستمر إلى أكثر. الخلل والسبب هو جدلية القوانين التي طرحت، هذه القوانين والتي دائما ما تطرح بجدول أعمال واحد وهي ثلاث قوانين، هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، قانون تمليك الأراضي، كل هذه القوانين تعتبر مهمة لكتلة وغير مهمة لأخرى، وتوافق عليها كتلة وتعترض عليها الأخرى، وبالتالي هذا ما يزود من ويعقد من المشهد أكثر بالنسبة للبرلمان برئاسته الجديدة التي يبدو أنها بداية غير موفقة في ضبط التشريعات والقوانين إذا ما صح التعبير التي تهم الشعب العراقي، ويجب أن يكون هناك توافقات. حقيقة التوافق هو تأجيل المشكلة وليس حلها، لكن توافق بهذا بما أنه هذه القوانين المهمة يجب أن يكون هناك توافقات نهائية قبل انعقاد كل جلسة. نعم. لا يتم نشر أو إطلاق موعد جلسة وجدول أعمال وثم تدخل مشاكل أخرى وتدخل كتل وهذا يرفض وهذا يوافق، وبالتالي يتم تأجيل الجلسة لحين توافقات أخرى. طيب، يعني من ضمن القوانين المهمة نأخذ يعني على عاتقنا الحديث بقانون العفو العام، أسباب استمرار الخلاف على هذا القانون، يعني على الرغم من مرور عامين وراء الحديث عن إقرار هذا القانون، يعني كما أنه أيضا ضمن ورقة الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة ولم يرى النور لحد الآن. كما ذكرتي قانون العفو العام أهميته أهمية منذ نشأة الحكومة، منذ بدايتها، فهو ضمن ورقة الاتفاق التي تشكلت على أساسها حكومة السيد محمد الشيعي السوداني، وبالتالي صوتت الكتلة السنية ووافقت على تشكيل الحكومة باعتبار هذا القانون مهم للمكون السني، وبالتالي اعتراض الكتل التي نعتبر أنقضت بوعدها بعد أن وافقت على إدراج هذا القانون ضمن ورقة اتفاق تشكيل الحكومة وثم تنصلت عنه في لاحقا بعد ما تم تشكيل الحكومة، وبالتالي هذا القانون أهم القوانين التي يجب أن تقر ولا يجب أن لا يخضع للمساومات. تأجيل هذه القانون طيل هذه الفترة أدى إلى دخول قانون الأحوال الشخصية وقانون تمليك الأراضي، وهذه القوانين وبالأخص قانون الأحوال الشخصية هو قانون يعتبر مساومة لقانون العفو العام، ومن هنا تريد الكتل السنية حقيقة أو أغلب الكتل أن تصوت على هذه القوانين ضمن سلة واحدة، هذا أكبر دليل على عدم ثقة الكتل فيما بينها وعدم وجود أي توافق، فكل كتلة تريد أن تقر القانون التي يخدمها وترفض القانون الذي يخدم المكونات الأخرى، وبالتالي هذا المشهد يضعنا أو يضع البرلمان أمام الحقيقة على أرض الواقع أنه انقسامات الحكومة وانقسامات الكتل السياسية انقسامات طائفية، وبالتالي لا يثق كل طرف بالآخر ولا يقدر كل طرف احتياجات الطرف الآخر واحتياجات أهله. قانون العفو العام حقيقة قانون مهم جدا يمس جميع العراقيين وليس فقط الكتل السنية، لكنها باعتبارها أكبر المتضررين أو المنتفعين من هذا القانون، باعتبار هناك الكثير من المشاكل التي تريد الكتل السنية بشأن المعتقلين لإعادة النظر فيها، ربما لا يتم تبرئة المجرمين حقيقة، ولكن هناك مطالبات بإعادة بعض الأحكام وإعادة التحقيق في بعض الأحكام إذا ما أصح التعبير لإنصاف الأبرياء في السجون الحالية. طيب، يعني لا يقل أهمية قانون الأحوال الشخصية أيضا، هناك إصرار من كتل داخل الإطار على تمرير هذا القانون أولا قبل أي قانون ثاني، ما هو السر وراء هذا الإصرار؟ يعني على الرغم من الرفض الشعبي وحتى السياسي الكبير لهذا القانون أو تمرير هذا القانون.
قانون الأحوال الشخصية ليس بأهمية قانون العفو العام. الآن البلد تسيره قانون الأحوال الشخصية ولا غبار عليه، وهناك القانون الحالي هو إضافة ورغبة لدى الكتل الإطار التنسيقي بإحداث قانون جديد وبعض الفقرات التي يرونها. وضع القانون بشكل أول، هذا أكبر دليل على أن الكتل الإطار التنسيقي، كتل الإطار التنسيقي في البرلمان تريد أن تصوت عليه، ويعتقد الكتل الأخرى أنها سوف ترفض وتفشل جلسة الاستمرار في الجلسة من أجل التصويت على قانون العفو العام. وبالتالي من مبدأ انطلق من أغلبية في البرلمان يوضع قانون الأحوال الشخصية الذي تعتبره كتل إطار التنسيقي أنه أهم من قانون العفو العام، وبالتالي تريد أن تصوت عليه أولا ثم ترفض أو تفشل الجلسة أو ترفض قانون العفو العام. وبالتالي هذا ما يجعل الكتل السنية تحديدا أن تصر على جعل التصويت بسلة واحدة حتى لا يحدث هذا السيناريو الذي متشككين به بسبب وضع قانون الأحوال الشخصية في بداية الجلسة. وبالتالي أيضا هناك أطراف، لكي نكون دقيقين، هناك الكثير من الأطراف ضمن الإطار التنسيقي ترفض قانون الأحوال الشخصية الحالي أو بصيغته الحالية، وهذا الأمر يؤدي إلى احتياج كتل الإطار التنسيقي إلى وجود الكتلة السنية والكتلة الكردية في البرلمان لاكتمال النصاب من أجل التصويت. ولو كانت هناك أغلبية لدى الإطار التنسيقي، أغلبية مطلقة لدى الإطار التنسيقي على هذا القانون، لأن عقدت جلسة وتم التصويت عليه حتى بغياب الكتل الكردية والسنية كما حدث في قانون عيد الغدير. نعم سيد عادل عماش الباحث في الشأن السياسي، كنت ضيفنا بنشرة أخبار هذه الساعة، شكرا جزيلا لك.